الأحبة المشاهدين، نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامج النور يبدد الظلام مع الأخ شانت. يسعدنا دائما أن نتواصل معكم في أي مكان من العالم، وأيضا من خلال صفحتنا على الفيسبوك ABN سات. موضوع اليوم اللي هيناقشه الأخ شانت هو سؤال هام جدا وسؤال مثير لتساؤلات أخرى بكل ما يحويه من نقاط. السؤال هو: هل هناك تشابه بين الديانات في الشرق الأوسط؟ وإذا قلنا تشابه، معنى هذا أننا سوف نناقش من وجهة نظر هذا الموضوع، من وجهة الأمور الكثيرة اللي استعرضها الأخ شانت، سواء كانت الصلاة ومراسمها، الحجاب ولبس المرأة، الحجاب والنقاب، الزكاة، الحج، الصيام، ما هو محلل ومحرم من أنواع الطعام في هذه الديانات، وماذا تقول عنها أيضا معتقدات أخرى بشأن الزواج وبشأن مراسيم الجنازات وما إلى آخره، ومعتقدات أخرى. وأنا برحب بالأخ شانت مجددا في هذه الحلقة، وهذه نقاط كثيرة جدا. أنا بشكرك أخي شانت، برحب بك وبمشاهدي هذه الحلقة الجديدة من برنامج النور يبدد الظلام. أهلا بك يا أخت نوال، سلام المسيح إليك ولكل المشاهدين الأحبة أينما كانوا. شكرا جزيلا. في عجالة استعرضنا الموضوع واستعرضنا أهم النقاط الرئيسية اللي هتتعرض إليها بما لديك من أدلة وبراهين هتستعرضها، سواء كانت من أمور، من كتب، من مراجع، من صور، من فيديوهات وما إلى آخره. خليني أسألك، سوف تلقي الضوء، هل هتربط هذا؟ إحنا بداية بس في المقدمة، أنا لا أقول عن المسيحية أنها ديانة، هل توافقني على هذا الأمر؟ أكيد. الديانات هي من صنع البشر، ولا حتى موسى قال أنا أجيت حتى أخليكم تصيرون يهود. الديانات من صنع البشر، الله يحب كل الناس، الله عنده خطة واحدة لكل الناس، لكل البشر على مر الزمان من السابق ولغاية الآن وإلى الأبد حتى انتهاء هذه الحياة ومجيء المسيح، عنده خطة واحدة هي الخلاص بالمسيح. كل العهد القديم اللي يتكلم العهد القديم كله، هذا العهد القديم يتكلم عن أنه المسيح سوف يأتي، هذا الفاصل ما بين العهد القديم والجديد. العهد الجديد يتكلم أنه المسيح قد أتى وقد عمل الفداء. هنا بداية الكتاب ملكوت مسلوب والإنسان خسر الملكوت، خسر الجنة، لكن بآخر الكتاب الملكوت يرجع ونكون في حالة أبدية، لا يوجد موت ولا يوجد مرض ولا يوجد ألم ولا يوجد حزن، وسيمسح المسيح كل دمعة من عيوننا. فبالتالي أكيد المسيحية هي حياة وإيمان وليس الدين. حتى يعني عشان نعطي المشاهد فكرة عن خط سير الموضوع، كل أمر حتتناوله فيما هو تحت مسمى ديانات، لكن صحيح. بالنهاية سوف تستعرض أمام المشاهد ماذا يقول الفكر المسيحي والإيمان المسيحي بصدد هذه الأمور وعدم وجودها في الوقت الحالي أو ما يؤمن به الشخص المسيحي. بالضبط. رح نتكلم مثلا عن كل الأمور اللي مارسها اليهودي والمسلم ونشوفها عند المسيحية، بس طبعا بعجالة، بدون ما رح نغوص بالأعماق على مود نقدر نوصل الفكرة للمشاهد. أنا أريد أبين للمشاهد فكرة رئيسية، أنه خلال الدراسة اللي سويتها اتضح لي أنه الإسلام أخذ كل تقاليده وعاداته أفكاره من اليهودية، لكن المسلم ما يعرف. المسلم يعرف أن اليهودي واحد نجس وكافر وينبغي قتله، لكن هو ما يعرف أنه كل التعاليم الإسلامية مأخوذة من اليهودية. خلينا نستعرض معك أول نقطة ونبدأ الآن، من أي جزئية تريد أن تبدأ
نبدأ بالصلاة أولا. يا ريت نشوف سلايد رقم 2 اللي يتكلم عن الصلاة. الصلاة شيء مشترك ما بين اليهودية والإسلام، إنه الأذان هو بداية الصلاة. الأذان هو بداية الصلاة، واليهودي والمسلم يتوجهون للهيكل. اليهودي يتوجه وجهه للهيكل والمسلم إلى الكعبة. أيضا الاثنين يتوضون قبل الصلاة، والوضوء مشابه ومطابق 100% وضوء اليهودي مع وضوء المسلم. السجود بالصلاة على الأرض، عندهم صلاة الجماعة أفضل من الصلاة الفردية، ولذلك نشوف اليهود يوم السبت يحبون يصلون مع الجماعة، وكذلك المسلمين يوم الجمعة يصلون مع بعض في المسجد. الاثنين يصلون 5 مرات باليوم. الاثنين تبدي صلاتهم عند الفجر وتنتهي عند مغيب الشمس أو العشاء. الاثنين يسجدون بالصلاة، قلنا الاثنين يرددون كلمات التوراة، يعني اليهودي يردد كلمات التوراة والمسلم يردد كلمات القرآن في الصلاة. يعني حتى الستايل، حتى نوعية الصلاة هي ترديد كلمات. يا ريت نشوف فيديو بس حتى نعرف كل شيء في التراث الإسلامي مسروق من اليهودية تقريبا، معظم اليهودية، يعني ما معظم التعاليم الإسلامية مأخوذ، أخذ من الزرادشتية، أخذ من المسيحية، أخذ، لكن التقاليد والطقوس أكثرها من اليهودية، لأن المسيحية ما بها طقوس. لذلك نشوف أخذوه من اليهودية. يا ريت نشوف الفيديو. طيب خلينا نشاهد الفيديو بعدين نعود للتعليق عليه. الأمر الحقيقة مثير للتساؤل بشأن بس يعني منين حتى اليهود جابوا موضوع الأذان، بس هنشاهد الفيديو ونعود للتعليق من حضرتك. منين المسلمين جابوا الأذان الأصح، مش اليهود، لأن اليهود بيأذنوا قبل الإسلام. طيب أنا بس عندي سؤال بشأن الأذان بعد ما نشوف الفيديو. أوكي. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا لم أستطع أن أفسر من هذا الأذان اليهودي إلا كلمة أدوناي بالتأكيد التي نعلمها ألوهيم، لكن هيشرح لنا الأخ شانت. وأنا كان قصدي لما أسألك منين جاب اليهود هذا الأذان، بمعنى هل مرة أرينا في العهد القديم وحتى في شريعة موسى ما هو قريب من هذا الأمر، ولا ابتدى إزاي بس؟ نعم، يقول بالهيكل كانوا يصرخون ويقولون قوموا أيها الكهنة للأذان، وكانوا يبوقون في القرن اللي هو الهورن اللي هو البوق،
يبوقون إذانا للصلاة، واللي يقولوا اللي قالوا المؤذن العبري هو موجود في سفر التثنية إصحاح 6 والآية 6: اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. والأذان العبري أول ما يبدي يقول يشمع اشمع إسرائيل أدوناي، اللي هو السيد الرب، يعني أحد، أدوناي أحد يعني واحد. وهذه مثل البسملة الإسلامية، أو البسملة الإسلامية مثل ما هذا الأذان الإسلامي يتكلم عن التوحيد، وهذا يتكلم عن التوحيد أيضا. بعدين طبعا الأذان العبري يقول أدوناي هملخ، يعني الله هو الملك، الله هو السيد القدوس الملك، يشرح صفات الله بحسب ما يراها اليهودي. لكن الأذان حتى إذا أنا فاتني كان لازم أحضر مقطع من الرابايز لما يقرأ التوراة، راح تحسين وكأنما يقرون القرآن. على فكرة كلمة قرآن هي من قريلة أو قريلة اللي هو قريونو، اللي هو ترتيل أو القراءة، حتى كلمة القرآن. وهذا ما يفعله كان اليهود لما يقرؤون التوراة، وحتى بعض الكنائس المسيحية لما يقرؤون الإنجيل يقرؤوا بصيغة الترتيل وكأنما مغنى. خليني قبل ما أنسى أخت نوال أتكلم عن الصلاة في المسيحية. في المسيحية احنا نصلي كل الأوقات، ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل، هذا واحد. ما عندنا أوقات للصلاة لأن المسيحي في علاقة كاملة مع الله. الله مش فاتح دكان نصلي له أوقات محددة وبعدين يقبل ويمشي. يقول الكتاب ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل. والرب يسوع طلب من التلاميذ قبل ما يدخل في التجربة الصلب، قال لهم صلوا اسهروا ولو ساعة، وكان يطلب أن يسهرون بالصلاة. بالتالي المسيحية المسيحي حر، لا عنده أذان ولا عنده أوقات محددة، يصلي وقت ما يريد، يصلي متى ما يريد. اجتماع يوم الأحد أو قداس يوم الأحد هو ليس فقط للصلاة، بل المسيحي يروح يتعلم ويسمع من الإنجيل ويتعزى بالكلمة بالوعظة، وأيضا يأخذ بركة من الأخوة، يشارك الأخوة في الكنيسة. وبالتالي هذا هو هدف العبادة. ما عندنا الصلاة الجماعية يعني أفضل من الفردية، لأن الله يسمع عنا في البيت بالسيارة، نصلي أي وقت، نشكر الله لأجل الطعام، نصلي قبل ما ننام، نصلي أول ما نقوم من النوم، نصلي قبل ما نسوق السيارة، نصلي بالباص، نصلي وقت ما نريد. من نصلي الرب يسوع علمنا ما نجاهر بصلاتنا بالشوارع والأزقة كما يفعل المرائين، لأنه هالشكل يأخذون أجرهم من الناس، بل نقفل غرفتنا ونصلي في مخدعنا، لأن أبونا الذي يرانا بالسر ونحن نصلي يجازينا علانية. وبعدين لما نصلي لا نكرر الكلام باطلا كما تفعل الأمم، مش ركعات وسجدات هي، لا، المسألة هي أنه أنت في علاقة مع الله. أنا كمسيحي أصلي لأن أنا أحب الله، مش لأنه فرض علي، بينما في الإسلام الصلاة فرض. يا ريت لو المخرج يقدر يخلينا المقطع اللي بيه اليهودي كيف يصلي، لأنه مرات كثيرة يعني المسلم ما يعرف شيء عن اليهودي، يعني المسلم ما بيعرف شيء عن اليهودي، خصوصا في البلاد اللي ما بيها يهود مثل العراق. مع الأسف سفروهم، ومع الأسف يا ريت سفروهم، احنا يعني طردوهم وقتلوا البعض وطرد البعض، وكانت كارثة. واليوم داعش تعيد نفس المسلسل مع اليزيديين ومع المسيحيين. في بلدان كثيرة ما في يهود زي العراق، مصر، سوريا، في بعض البلدان مثل المغرب ما زال عندهم يهود، ومع ذلك ما يعرفون شيء عن اليهودي، لأن المسلم يخاف يعرف بقية الأديان. المسلم مع الأسف يخاف يقرأ الكتاب المقدس، والإسلام أوهموا أن هذا الكتاب قد تم تحريفه، في حين أن القرآن لا يذكر أن هذا الكتاب قد تم تحريفه. وإحنا نذكر المشاهدين
بالتحدي $1000 امريكي للي يقدر يجيب لي من القران ايه واحده تقول ان هذا الكتاب قد تم تحريفه. يا ريت لو المقطع جاهز نشوفه، ما اعرف اذا المقطع جاهز. نعم المقطع جاهز، هنشوف هذا الفيديو ونعود مع حضرتك ايضا للتعليق. يا ريت نشوف اليهودي كيف يصلي ونعلق بعدين بعد. أشر صبوع تبثم كل هن شموت هللو هللويو بروخ أدوني بيوم بروخ أدوني بالليلو بروخ أدوني بالبقر بروخ أدوني بعرب بروخ أدوني بالشخبانو بروخ أدوني بكمانو تميد بحلال خو سلون وصي أحمام نتاخو بروخ أدوني هالمراخ مغمذا حيو قيوم تميد يملخ لعلوم وعن أومن شيء فعلا مثير للدهشة. الحقيقة أول مرة بنشوف هذا الأمر، وخليني أحكي لك لولا أن اللغة لغة عبرية وليست عربية استحالة كنت أقدر أصدق أن هذا المقطع لشخص غير عربي أو غير أو هذه الصلاة ليست الصلاة التي نعرفها مع إخواتنا المسلمين. تفضل. مع العلم قال كلمة الحي القيوم، قال مبارك باروخيم، يعني هو بيذكر بيصلي من المزامير على ما أعتقد، لأنه كل معظم الكلمات هو بيصلي بسرعة، بصراحة ما قدرت أفهم كل اللي قاله، لكن لما يقول باروخيم مبارك الله أدعية وصلوات يكررها اليهودي يعملها على مود هالشكل. أخت نوال، المسيح لما نكلم اليهود في متى 5 في الموعظة على الجبل قال للتلاميذ لا تكرروا الكلام باطلا، وبعدين قال عبارة مهمة، قال فأبوكم السماوي يعلم ما تحتاجون قبل أن تسألوا. وهذه كان ما يحاول يشجع اليهود أنه لما تصلون لا تعيدون الكلام، يعني هو الكلام الله قاله أنت ترجع تعيد لي شو تسمع محفوظات، يعني شنو الله معلم مال مدرسة يعلمك محفوظات مثلا؟ وهذا ما يفعل المسلم عندما يسمع القرآن. أنا أدعو أخوي وأختي المسلم، أدعوهم أن يفكرون ولو لحظة. تخيل لو ابنك أو بنتك كل يوم 5 مرات يجي يقول لك كلام أنت قايله، ويعيد ويسقل ويعيد ويسقل ويمشي، وحتى ما ينتظر منك أنت تكلمه. لذلك أخت نوال، المسيحية في الصلاة أكو شيء اسمه الانتظار. الانتظار، أنا من أصلي كمسيحي أصلي وأتوقف أنتظر الرب يكلمني. الرب شو راح يكلمني؟ ينطيني آية من الإنجيل، ينطيني كلمات تعزية من ترنيمة، يذكرني بمقولة من أخ مؤمن بالكنيسة يوم من الأيام شجعني بها قال لي إياها، يذكرني بوعوده لا تخف لا أهملك ولا أتركك أنا معك، من يمسكم قد يمس حدقة عيني. هذا الانتظار في الصلاة المسيحية، الله يكلمنا ويعطينا رسالة. أيضا الصلاة في المسيحية عبارة عن مخاطبة وعلاقة حبية وليست فرض، وهذا الفرق الكبير ما بين المسيحية واليهودية والإسلام. طيب. لما نروح على السلايد اللي وراء إذا ما عندك سؤال أخت نوال. أنا أشكرك بس لأجل هذا التعليق الهام جدا، وده اللي احنا عايزين نوصله، نقل هذه العبادة من إطار الفرض المتشدد الملزم اللي بيضايق الإنسان في طبيعته إلى العلاقة المستمرة بين الإنسان والخالق العظيم. خلينا نسترسل عشان الوقت. طيب الزكاة، السلايد رقم 3، الزكاة بها يدفع اليهودي 10% من دخله الشهري، لكن المسلم يدفع في الزكاة الإسلامية 2.5% من دخله في السنة. كلمة الزكاة نفسها استخدمها الإسلام، مع العلم هي كلمة مش عربية، وإذا تقريها بالقرآن مكتوبة الزكوة، وهذه ما مكتوب، وحتى بترجمة فان دايك للعهد القديم والجديد هذه اللي بين إيدي أو
أو الترجمات الثانية مكتوبة الزكوة الحيوة الزكوة وألف مقصورة على الواو. الزكاة إذن هي أمر موجود عند اليهودي وعند المسلم. هل في المسيحية في زكاة؟ المسيحية فيها شيء اسمه عشور مثل ما لليهودي عنده عشور، لكن بالمسيحية أنت حر تعطي عشور، تعطي أكثر، تعطي أقل. لذلك بعض الوعاظ يقولون إذا أنت تنطي أقل من العشور فأنت بالعطاء مثل المسلم، وإذا تعطي مثل العشور فأنت بالعطاء يهودي، وإذا تعطي أكثر من 10% فأنت مسيحي. يعني ما أريد يعني أتكلم في هذه المسألة، لكن في المسيحية عبارة عن عطاء. المسيح علمنا العطاء، المسيح عطى روحه عطى نفسه فداء إنه عطى نفسه فداء إنه على الصليب. فبالتالي العطاء يعني في المسيحية ما له حدود، لكن على قد القدرة الواحد ينطي، على قد القدرة الواحد ينطي. الرب يسوع أثنى على اللي أعطت فلسين، قال لأنه من أعواسها قد ألقت، هذه من أعواسها قد ألقت الفلسين في الهيكل. وكانوا في ناس بيجيبوا أكثر ويجيبوا فضة ويجيبوا ذهب، لكن هذه مش من أعوازهم، هذه من فضلتهم. وبالتالي هذه الأعواز الله ينظر إلى 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 قلوبنا كيف نعطي، وليس للمبلغ مش قد. الحج أيضا مشترك ما بين اليهود والمسلمين. الحج يتم إلى مكان معين، عند اليهود هو الهيكل، عند المسلمين للكعبة. عند اليهود 3 مرات في العام، وهذه وصايا من وصايا الرب في التوراة، يقول كل ذكر خصوصا الذكر يكون فاتح رحم، يعني أول ولد للعائلة، يقول يمثل أمامي 3 مرات بالسنة بالهيكل. المسلمين مرة واحدة يصومون يحجون بالعمر كله، طبعا لمن استطاع إليه سبيلا. اليهود يطوفون 7 مرات حوالين الهيكل في مراسيم الحج. طبعا الآن ما في حج عند اليهود يعني بالمعنى الصحيح، لأن هم يحتاجون للهيكل يكون مبني. المهم المسلمين أيضا يلفون 7 مرات 7 لفات حوالين الكعبة. اليهود والمسلمين يركزون على الأضاحي في الحج. أساسا لا يعتبر أعتقد الحج يعني قد حج إذا ما عنده أضحية، إذا ما يذبح الأضحية أضحية العيد، فهم بهذه متشابهين. هل في المسيحية حج؟ طبعا الجواب وبكل صرامة كلا، لا يوجد حج في المسيحية، ما حدا يخدعك، نحن لا نؤلف أمكنة. في ناس انخدعوا، في ناس بيحبوا يعملون تجارة، يقول لك روح الحج الأماكن المقدسة. طيب أوكي، نروح الأماكن المقدسة شيء، لكن أنه نروح ونقدس المكان هذا شيء آخر. المسيحية لا تقدس شيء، المكان درب الآلام اللي مشى به المسيح، احنا ناخذ عبرة من الآلام وليس من الدرب. احنا ما نروح على الطريق ونقعد نبوس بالقاع مال الطريق، أو نروح المكان الجلجثة اللي انصلب عليه المسيح ونبوس بالصخر اللي عليه، لا ما عندنا هذا الشيء، ولا نروح نلف 7 لفات، ما عندنا هذا الشيء، هذا ما في بالمسيحية. الحج في المسيحية غير موجود. زيارة الأماكن المقدسة شيء والحج شيء آخر. حتى مرات بعض الناس يحب يروج ويعمل تجارة. أنا أخذ نوال خليني أخذ فكرة، لأنه عندنا بالعراق، ما بعرف عندكم أنتم بمصر إذا موجودة ولا لا، الصياغ بيضحكوا على الناس، يعملوا صليب ويحطوا تحتيه خشبة ويوهم الناس، يقولهم هذه الخشبة من صليب المسيح. طب بالعقل والمنطق هذه الخشبة يعني من وين جبتوها؟ المسيح لما انصلب انصلب كمدان من القانون الروماني، وهذه الخشبة صلبوا عليها أكيد ناس بعده، والمسيح ما كان عنده الأهمية عند الرومان أو عند اليهود حتى يضموا الخشبة تبعت الصلب. فأنا بدعو الأحبة المسيحيين أنه ما تخضع لشيء غير سلطة الكتاب المقدس. الكتاب المقدس شو يقول؟ عندك حاج؟ لا. الكتاب المقدس يقول أنت تقدس الأشياء؟ لا. هل إحنا نعبد الصليب كخشبة أو إذا كان مصنوع من حديد أو من ذهب أو من مرمر؟ بالتأكيد لا.
صليبنا هو اضطهادنا، صليبنا هو صليب المسيح اللي فدانا، صليبنا في قلوبنا. لا يمنع أنه نلبس صليب، أكيد هذا رمز خلاصنا، رمز خلاصنا، لكن ما في عندنا بالمسيحية تقديس للأشياء. أرجوكم أرجوكم، ما في بالمسيحية تقديس للأشياء، ما في عندنا لا نبوس بصليب ولا نبوس بمكان ولا هذا قبر المسيح يوقع عليه ويبوسه، ما في عندنا هيك شيء. احنا نزور الأماكن المقدسة حتى نعرف اللي صار، نعرف كيف صار، نشوف المكان اللي مر به المسيح، اللي انصلب عليه المسيح، آمين، ما عندنا مشكلة، بس إنه نقدس المكان هذا ليس من المسيحية. لكن من مراسم الحج اللي هي معروفة لدى الكل هو الطواف حول الكعبة وما إلى آخره، وتقبيل الحجر الأسود، ومن هذه الأمور، وذبح الأضاحي في والسعي عيد الأضحى بين الصفا والمروة. وأعتقد إحنا الحلقة كانت رقم 6 إذا على ما أذكر، إذا ذاكرتي ما خانتني، من برنامجنا كنا عملناها عن الحج. بالتأكيد على ما أذكر نحن تناولنا مثل هذه الأمور، ربما نحتاج أن نتطرق إليها في حلقات. وتكلمنا أيضا عن رمضان وصوم رمضان والحج، تكلمنا عليه. طيب، هل هناك المزيد أو الإضافة بشأن الحج؟ أم تريد أن تنتقل إلى نقطة جديدة؟ لا أتفضل. أنتقل إلى الصيام. الصيام إذا تسمحي لي. أتفضل. الصيام. الصيام، الصيام يعني السلايد اللي ورا اللي هو رقم 4، خلينا نستعرض هذا السلايد ونقرأ ما فيه. أوكي. الاثنين بالصيام، الاثنين يمتنعون عن الطعام والشراب والجنس من شروق الشمس حتى غروبها. اليهود يصومون أسبوع الفطير وبعده الفصح، المسلمين يصومون رمضان، اليهود يصومون يوم الكفارة بالكامل، بالكامل 25 ساعة أصلا يصومونها، وبعدها يبدون يتناولون الطعام. بالصيام ينقطعون عن الطعام والأكل والشرب والجنس، وهذا عند المسلمين وعند عند اليهود نفس الشيء، نفس التقاليد، نفس الذي. لكن الأوقات، الأوقات أيضا هم يبدأون الصيام، يبدأ من الخيط الأبيض والأسود. وإذا تروحين على التعاليم اليهودية يقول لك الخيط الأبيض والأزرق، وهذه الآية في القرآن مسروقة من تعاليم اليهود، مسروقة من كتب اليهود. أعتقد في كتاب اسمه بريخوت، هذا اللي بحكيه اللي هو الخيط الأبيض والأزرق، أعتقد إذا ما خانتني الذاكرة عن اسم الكتاب. فيصومون من بداية الفجر ولغاية غروب الشمس، بعد الغروب يفطرون، وهذا ما يفعله أيضا اليهود والمسلمين. طبعا بعد الفطور ممكن إنه يمارسون، يجامعون زوجاتهم. بالنسبة للصيام المسيحي، وهذا كويس عشان مرات كثيرة الناس بيسألوا كيف نصوم وشو بنصوم، شو علمنا الصيام المسيحي؟ احنا كمسيحيين نصوم وقت ما نشاء، نصوم وقت ما نشاء، والصوم احنا اللي نحدده، اي ساعة اي وقت نوع الصوم، نمتنع عن الطعام، لا ما نمتنع، ناكل لكن ما ناكل اي طعام بيروح يسموه، او يعني ما بمنتجات حيوانية، نمتنع عن اللحوم، عن الـ عن الـ عن البيض، عن الحليب، عن غيره. هذا انت متروك لك كمسيحي، تريد تنقطع عن الطعام 4 ساعات 10 ساعات، هذا انت حر في صيامك. حتى الصيام في المسيحية هي ليست طقوس وليست روزنامة، يعني ماكو واحد يقول لك لازم تصلي، اجى اليوم الفلاني هذا هذا عيد القديس مش عارف مين لازم نصوم، ما في هيك شيء. بالمسيحية علمنا الكتاب المقدس الإنجيل على فم الرسول بولس بوحي الروح القدس يقول لا يحكمكم أحد من جهة سبت أو هلال أو عيد، لا يحكمكم أحد، ماشي، ما حد ما يحكمكم، أنت حر في صومك، أنت حر متى ما بدك تصوم، شو ما بدك تصوم، ما في حد يفرض عليك صيام. في صيام اللي هو بالكنيسة يسموه صيام الجماعي، الكنيسة تقرر لشأن ما، الكنيسة في عندهم أخ مريض ممكن يصومون ككنيسة بالكامل لأجل هذا الأخ المريض، وأنا أصوم على شكل فردي لأنه أريد أخذ قوة من الرب، مش أصوم علشان أنا، مرات ناس تصوم يا رب أنا راح أصوم
عشان بس تنتقم لي من فلان أذاني، من فلان عمل بي كذا، من فلان عمل بي كذا. خلي في أشعية يقول الرب، ما أريد أقرأ أطول على المشاهد، يقول أليس صوما اختاره الرب؟ الرب كان يعاتب بني إسرائيل، يقول أنتم تصومون لأجل القبضة واللكمة والضربة، يعني أنتم جايين تصومون على مود يا رب ده تشوفني أنا صايم ولابس المسوح وحاط المسوح ولابس هذا الخيش، أنا صايم وحاط على رأسي رماد، أنا صايم على مود كذا انتقم لي من فلان أو جيب لي حقي أو كذا. فالله يقول أنتم تصومون لأجل اللكمة والضرب، أنتم جايين تصومون عشان مصلحتكم. أليس صوما اختاره الرب؟ أشعياء 58 يقول أن تكسر للجاع خبزك وأن تكسر للجاع خبزك وأن تطعم المسكين وأن لا تتغاضى عن لحمك. هذا ما يقوله الكتاب. هذا الصوم اللي هذا هو الصوم اللي اختاره الرب. يقول عندئذ ينبلج مثل الظهيرة نورك، والله يجمع ساقاتك ويقوي عظامك وتكون مثل جنة ريا. هذا الصوم اللي يريده الله، أن تصوم تتذلل لله، أن تصوم تأخذ قوة روحية. وهذا الصوم أيضا في المسيحية، أنا ما أصوم أبين للناس أنا صايم وأعمم الصيام على كل العالم. واحد يجي يكلمني يا عم روح أنا صايم، شو قال لنا المسيح؟ قال عندما تصوم فدهن رأسك ولا تخل يعني ولا تجعل الناس يعرفون أن أنت صايم، لأنك إذا صمت بالسر الله يجازيك علانية. لا تتفاخر بالصوم، لأنه إن جاهرت بصومك أجر صومك راح للناس. يجي واحد يكلمني ما أهلا أخشان أهلا أنا صايم تعبان، أنا هيك أجر صومي راح، لأن هذا الشخص عرف أنا صايم، لأن أنا دا أصوم افتخارا، دا بين نفسي أنا صايم. لماذا المسلمين أخت نوال يعتقدون أن المسيحي لا يصوم ولا يصلي؟ لأنه يصوم ويصلي بالسر، مش محتاج يبوق في بوق ويقول أنا صايم. يعني ومعروف يعني عن رمضان، يعني مش بس أنا صايم، ده بيصطحدوا بقية الأديان، وغصبا ما عليك ما تأكل ولا تجرح مشاعر المسلمين ولا تجرح مشاعر رمضان، وكأنما رمضان شخص قاعد معانا يسمعنا، يعني عشان كده هو يزعل. هو بس الجزئية اللي حضرتك يعني أنا فاهمة أن عايز توصلها لإخواتنا المسلمين، هذا الرقي والسمو والمسيحيين أيضا في مسألة الصوم أخت نوال. نعم، ينبغي على المسيحي يعلم أنه حر في صيامه متى ما شاء وقت ما شاء، شو نوع الأكل، أو يأكل أو ما يأكل، أو ينقطع عن الطعام نهائيا أي وقت من السنة. ما يحكمنا أحد من جهة سبت يعني أيام أو هلال، من جهة شهر أو عيد موسم أو سنة. ما حدا يملي إرادته علينا كمسيحيين. نحن أحرار في المسيح يسوع، نصوم وقت اللي نريد. والكنيسة الأولى صامت لما وقع اضطهاد، الكنيسة الأولى صامت لما رادت تأخذ مشورة من الرب، الكنيسة الأولى صامت لما اختارت واحد من التلاميذ، الكنيسة صامت لما توقع في ضيق، في 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 الكنيسة صامت لما تريد ترسم واحد حتى يكون خادم. بالتالي موجود في الكتاب المقدس زاخر بأصوام المسيحيين. المسيحي يقدر يقرأها، يقدر يقرأها في سفر أعمال الرسل، يقدر يقرأ الموعظة على الجبل، يقدر يقرأ ما قال الرسول بولس عن الصيام في كورنثوس والرسائل الأخرى. وما زالت الكنيسة تصوم إلى الآن في هذا الوقت. نعم. تحت ضيق الاضطهاد والضغط والظروف والقتل. الكنيسة في مصر، الكنيسة في سوريا، الكنيسة في العراق، بالتأكيد الكل. نعم. الآن. نعم. في هذه الظروف بيمر بهذه الأمور، وقادة الكنيسة بيضعوا الشعب في هذا الإطار. أخشنت هو بس اللي نريد ننقله لإخواتنا المسلمين هو مدى الرقي والسمو الفكري والإيماني اللي حطوا شخص. نعم. الرب يسوع المسيح، مش بس الصلاة، لكن أيضا أنت انتقلت إلى الصوم، ومدى حميمية هذه العلاقة بيني أنا وبين شخص الله. خليني هرجع مع حضرتك تاني حتى لا أطيل، ويعني إحنا حان وقتنا أن الخطوط تبقى مفتوحة لمشاركة أحبائنا المسلمين. ربما يطلع أخ مسلم يقول لك انت ليه بتقول انه هناك
أنا بس هستبدل كلمة بكلمة، كلمة سرقة هسميها اقتباس. ربما هناك اقتباسات كثيرة من نقلتها الديانة الإسلامية من الديانة اليهودية كما شاهدنا الآن. خلينا الآن يعني هنعلن أن الخطوط مفتوحة، وربما بعد بس ما نستفيد مع حضرتك من تعليق هنذهب إلى فاصل ونعود حالا. بس تعليق من حضرتك تاني قبل الفاصل. نعم. وبعدين تكون طيب. المرأة في الإسلام، ويا ريت المخرج يطلع لنا الصور على مود المسلمين يشوفون اليهود كيف يلبسون، نساء اليهود كيف يلبسون. المرأة اليهودية المتزوجة ينبغي أن تغطي رأسها، والحجاب تغطي رأسها، والصورة يمكن راح تبين لنا للمشاهدين كيف اليهود يلبسون. ونفس الشيء بالنسبة للمسلمات، على فكرة هذه صور اليهود، هذه صور اليهود مش للمسلمين، عشان اللي بيشوف الحلقة ما يفكر هذه صور للمسلمين. طيب يا ريت نشوف كل الصور. المرأة ينبغي، عن المسلمات ينبغي لبس الحجاب. تمنع المرأة عن قراءة القرآن في النفاس، ممنوع على المرأة ملامسة الرجل، ممنوعين من الخلوة إلا بوجود محرم. هذا اللباس اللي تلبسه المرأة اليهودية، وشايفين أنت الصور، يعني ما يحتاج أقول هو نفس اللباس الإسلامي، ما يحتاج، واضح جدا. هذا اللباس هذا ما يلبسوه اليهود، شوفوا اللباسهم، شوفوا حتى الأطفال. هل هي صور قديمة ولا أشياء معاصرة الآن؟ ربما تكون صور قديمة. لا هذه معاصرة، لا هذه معاصرة، وتلقيها في كل مكان. حتى الرجل اليهودي المتشدد، أو يعني اللي يحب يتبع الدين، تلاقيه يلبس هذا القميص اللي بأربع أحداب والذيول الأربعة موجودة به. حتى الأولادهم، والطاقية اللي يلبسوها نفسها المسلمين، والطاقية يلبسوها بالصلاة اليهود، والمسلم يلبس طاقية أيضا بالصلاة. يعني أنا لو أخت نوال لو أحاول أجيب لك كل شيء اقتبسوا زي ما بتحبي تقولي المسلمين من اليهود، راح تطلع الإسلام يطلع عبارة عن ديانة يهودية، عن مقتبسات يهودية. هذه الصور تبين اللباس الشرعي عند اليهود. طيب نروح على التقويم، يا ريت اللي عفوا على الزواج، سوري، نروح على الزواج. الزواج السلايد اللي بعد المرأة اللي هو الزواج. تعدد الزواج مسموح عند الاثنين، عند اليهود وعند الإسلام. الزواج يتم بوجود قاضي شرعي ووجود شاهدين. هذا عند اليهود يقرون أدعية على كأس من الخمر سبع مرات، ثم تكسر الكأس تحت القدم، وهذا رمز عن اليهود اللي بالشتات. هم هذا تعبيرات عندهم، هذا شيء خاص بالتراديشن مالتهم، بالتقاليد مالتهم. الاثنين يطلقون لأي سبب كان، والطلاق أكثر ما يكون مرهون بالرجل. الزواج بالمسيحية الزواج من امرأة واحدة، المسيح وضحها يعني بلا لبس. الزواج في المسيحية من امرأة واحدة، الطلاق لا، هناك ما في أي طلاق في المسيحية إلا لعلة الزنا. أي واحد، وبعدين مش المرأة، لا، لو الرجل زنا المرأة تقدر تطلق. الزواج المسيحي مبني على الأمانة، فإذا خان الأمانة أي واحد من الزوجين في علاقة زنا، الطلاق مشروع في المسيحية فقط لعلة الزنا، لا أكثر ولا أقل. أما واحد يقول زوجتي مريضة، واحدة زوجتي ما تخلف، زوجتي مش عارف إيش، طب وإذا أنت ما خلفت وين المشكلة؟ يعني تقبل مرتك تطلقك؟ طبعا في الإسلام في شيء اسمه الخلع. الخلع مو الكل بيشتغلون عليه. الخلع هي أن المرأة تتخلى عن حقوقها، تدفع المقدم وتتنازل عن المؤخر، وما تأخذ أي حق من حقوقها، يعني تطلع تنفذ بريشها يعني من هذا الرجل. هذا الخلع في الإسلام. وعلى فكرة الخلع كثير من بلاد المسلمين ما لا يقولون به ولا يستعملوه. هو أمر يعني بين قوسين، وقت اللي يحب يتبع من الذي بدها تخلع، إذا غنية، إذا ممثلة، إذا هذه ممكن، بس إذا عامة الناس هذا مش يمشي. طيب نروح على التقويم أخت نوال.
هذه طيب المشابهات اسمح حكيت عن لي، الزواج أيضا. تسمح لي قبل الانتقال إلى التقويم، نعم معنا مداخلة نعم من أم بيتر من العراق، بنرحب بيها معك. ونسمع أوكي مداخلتها الآن. مرحب بك أختنا أم أوكي بيتر. ونعمة المسيح لكم أخت نوال وأخ شان. مرحب أهلا بك، بك يا أم أهلا بيتر، وسهلا. شلونك؟ أهلا بيك. أهلا بك، أهلا بك. بالنسبة للإسلام يعني من الصلاة أو الصوم كأنه رب العالمين يراقبه، أخاف يغلط، أخاف كلمة ناقصة، أخاف حركة ناقصة، حركة زايدة. ثانيا الأنبياء بالقرآن ليش مغيرين أساميهم؟ هل من المعقول أنه 600 سنة وإجوا بعدنا وإحنا ما كنا نعرف أسماء الأنبياء؟ هم جو يصححوا أسماء الأنبياء اللي ما بيعطوا نعم معنى بالنسبة للقرآن نعم وبالنسبة لتغيير أسامي الأنبياء، ما لها معنى لهم يعني، خاصة أوكي. يحيى أو معظم الأنبياء غير صحيح. شكرا لك أختنا أم بيتر. خلينا، اسمح لي أخذ فاصل الآن أخ شانت، وهنعود لاستكمال موضوع التقويم، ننتقل إليه بس بعد هذا أوكي. الفاصل، وخطوطنا مفتوحة هتكون بعد الفاصل. بنرحب بحضراتكم ومداخلاتكم، ابقوا معنا. مجددا بنعود مع حضراتكم ومع الأخ شانت في هذه الحلقة بعنوان هل هناك تشابه بين الديانات في الشرق الأوسط؟ واستعرضنا العديد من النقاط مع الأخ شانت، الصلاة، الآذان، الحج، الزكاة، الصيام، الحجاب، والآن هنستعرض موضوع التقويم. لكن قبل ما نسترسل هناخد مداخلة من أختنا أم نور. أهلا وسهلا بيكي، بنحييكي، تفضلي. سلام المسيح أخت نوال وأخ شانت، أهلا بيكي. طبعا بالنسبة للإسلام لم يأتي بأي شيء جديد سوى أنه حلل القتل والزواج بأربعة، وحلل الزنا بملكات اليمين. الملكات اليمين هو الزنا بعينه، وجعلها شريعة من عند الله. الإسلام كل سرقات أخت نوال، أوكي، من التوراة وكتب الأساطير اليهودية، التلمود ومدراس، فيقتلوهم، يريدون يفنون الشعب يعني بالأخص المسيحية واليهودية حتى لا تبين الحقائق للإسلام، ويعرفون الفرق ويكتشفون الحقائق من الكتاب المقدس واليهودية. وشكرا. أنا أرى أنه يعني لما أنا استبدلت كلمة سرقة بكلمة اقتباس لك، رأيك، أنا أحترم رأيك باستمرار، ومداخلاتك الحقيقة دائما هامة في برامجنا. أشكرك جزيل الشكر أختي أم نور. بس لفت نظري أخشانت، وأنا سوف أترك لك التعليق، كلمة لم يأتي بجديد. ليس هناك جديد فيما جاء به الإسلام بعد 1400، يعني بعد 700 سنة حتى هنقول من المسيحية. سوف أعطيك التعليق، لكن أنبه أن الخطوط الآن مفتوحة، ربما إخواتنا المسلمين لهم رأي آخر، وربما هنا نتساءل أو نسأل أخونا المسلم، إذا رأيت ما تراه الآن، لماذا هذا عدم المحبة لإخواتنا اليهود؟ يا ريت حد شخص من إخواتنا المسلمين يجيب عن هذا السؤال. قبل أن أنتقل للتعليق مع حضرتك أخ شانت، معنا اتصال أيضا من الأخ ماجد من الأردن. بنرحب بيك أخونا ماجد، تفضل. مساء الخير يا أستاذ لو سمحتي. يا أهلا وسهلا بيك، تفضل. يا ستي أنا بتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ كاتب، مع اني اجهل اسمه، انا اول مره بتصل فيكو شاده. تفضل، اهلا وسهلا. بتوجه له بالشكر الجزيل اللي ما له حدود، انه وضع هالاشياء هذه، مما يثبت انه التوراه الاصليه الاساسيه
والقرآن الكريم ينبع من مصدر واحد، وليس أن التوراة مأخوذة من القرآن أو القرآن مأخوذ من التوراة. لأن القرآن حتى عن الصيام بقول لك كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. حلو. وسبب الاختلاف في ديانتكم أنتم اللي وضعت الاختلاف بين الديانتين. أوكي. اليهودية ليس فيها تشكيك وليس فيها صلب، والإسلام نفس الشيء، ولكن التشكيك والصلب والفداء عنكم أنتم. أوكي. وأريد أن أطرح سؤال بسيط على الأستاذ ماجد لو سمحتي، وجيب علي بكل صدق وأمانة. طيب هو بس اطرح سؤالك أخ ماجد وابقى معانا عشان تسمع رد الأخ شانت. اتفضل السؤال. بالنسبة للفداء والصلب عندكم، إذا صلب ومات على الصليب يسوع الإنسان، إذن تشمل خطية آدم لأن يعود نسله إلى مريم التي حملت الخطية. أما طيب. إذا مات باللاهوت فهل الإله يموت؟ طيب. جبني على السؤال لو سمحتي. ماشي. طيب. عندك شيء بعد لو تحب تضيف؟ أما بالنسبة للمواضيع اللي أنت وضعتها هذه تثبت إنه ما نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وأنتم تعترفون بنبوة عيسى موسى، وما نزل على محمد من مصدر واحد وهو رب العالمين. طيب أوكي. طيب طيب أخ ماجد أنا أشكر اتصالك وأشكرك. أنت حضرتك هل الله يعلم ولا الله جاهل؟ قبل ما أجابك أريد أعرف منك أنت كمسلم في عقيدتك، الله يعلم كل شيء ولا في أشياء الله ما يعرفها؟ والله في ربنا يعرف كل شيء. ليش؟ في علم الغيب يدخل في علم الغيب عنده. بس هو يعرف ولا ما يعرف؟ ما شو عم بجاوبك؟ عم بقول لك يعرف في علم الغيب كل شيء، ما قبل الخلق وما بعد الخلق. أوكي حلو. طيب خلينا نمشي أول شيء أنت معرفة اسمي، أنا اسمي شانت، معلش الاسم شوي صعب اتعلمه أو اتحملني، هذا واحد. الشيء الثاني اللي بدي أحكي لك إياه، أنت بتقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهيك الله ما بيعرف، لأنه الصيام عند المسلمين صيام رمضان هو صيام كانوا تصوموا الأحناف قبل الإسلام، صيام شهر رمضان. راجع الحلقة رقم 6، أنا تأكدت الحلقة رقم 6 كانت عن الصيام. راجع الصيام الرمضاني، هذا تقليد موجود قبل الإسلام، كانوا بيصوموا الأحناف وكان يصوموا عمرو بن يزيد وآخرين من المتحنفين، هذا واحد. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، مين اللي قبلكم؟ اليهودي ما بيصوم غير يوم الكفارة بالكامل، وعنده أيام الفطير 7 أيام يأكل أي شيء بس ما مختمر، الخبز بدون ما يختمر، يشرب عصير من المهم ما يكون مختمر، ما يشرب خمر يقطع عن الخمر، هذا فما عندهم الصيام الرمضاني اللي عندكم. فبالتالي هذه الآية غلط، يعني كتب الصيام عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، ما في هيك شيء. الصيام في المسيحية حر في أي وقت في أي مكان في أي زمان، كيف نوع الصوم شو بدك به، مش نفس الأحكام اللي عندك الآن. وبعجالة هو مشي أكيد مو ولا لسه على الخط؟ أخ ماجد أنت معنا ولا بعدك معنا على الخط؟ يبدو أنه لا ليس لا هو من غير ما يبدو، أنا متأكد هو مش على الخط. طيب هو مش معنا، هو يرمي اللي عنده مع السلامة. إن شاء الله يسمعني يعني على الجواب. هو أكيد الصلب بيتابع. هل اللاهوت صلب؟ طبعا لا، اللاهوت هذا الطبيعة الإلهية لا تصلب. المسيح صلب بالناسوت؟ نعم. هل المسيح كان خاطئ؟ بالتأكيد لا، بلا خطية، قدوس من الولادة إلى الممات. لكن هو مثل ما اعتمد نيابة عنه في غور الأردن على إيد يوحنا المعمدان، ويوحنا قال له ينبغي أنا نأتي إليك، أنا لا أستحق أن أحد سيور حذائك وضعها على رأسي،
المسيح قال له ينبغي أن يتمم كل بر، ينبغي أن يتمم كل بر. فبالتالي اللي مات على الصليب هو الناسوت متحدة بالطبيعة الإلهية، الطبيعة الإلهية ما تموت، والمسيح من مات طبيعته موجودة وهو مسيطر على كل الخليقة. هو بيموت على الصليب وبعد ما مات وبعد ما قام وقبل ما ينولد وفي كل وقت، لأنه هو موجود منذ الأزل إلى الأبد. اللي ما بيعرفه المسلم هو هذا التالي: الآب والابن والروح القدس، الله هذا موجود منذ الأزل إلى الأبد، موجودين منذ الأزل. والمسيح قال لليهود في يوحنا 8، قال لهم أبوكم إبراهيم رأى يومي فتهلل. قالوا له أنت ما بيك 50 سنة، يعني بالكثير لو نعطيك 50 سنة ما بيك، منين شفت أبونا إبراهيم؟ وما كانوا يعرفون المسيح كان بيتكلم عن أن الرب يسوع في العهد القديم لاقى إبراهيم، هذه واحدة من تجليات الرب يسوع المسيح قبل التجسد، ولاقى إبراهيم هو الملاكين قبل إهلاك سدوم وعمورة. المسلم ما بيعرف، ما يقرأ التوراة ولا يقرأ الإنجيل، ويقول إذا ما دام هذول متشابهين معناته أنه القرآن صحيح. لا، مو صحيح هذا الكلام أخي، لأن القرآن أخذ أشياء صحيحة من التوراة وأخذ أشياء غلط. القرآن أخذ قصص مضحكة مثل إبراهيم ورمي بالنار، إبراهيم يكسر الأصنام، والخرافات اليهودية في القرآن كثيرة، مش موضوعي. التقويم ممكن نمشي أخت نوال عشان الوقت البرنامج. التقويم هنوقف هنا، معلش اسمح لي أخذ اتصال سريع من الأخ يوسف من أمريكا. مرحبا أخت نوال. يا أهلا بك. أهلا شلون الصحة؟ يا أهلا هلا حبيبي. هلا يوسف، شلونك أخي؟ شان أنت أشرت بحديثك الشيق إلى كلمة زكاة مكتوبة بالقرآن سكوت، وهذا صحيح. بس يجب أن تأشر إلى كلمة الصلاة، القرآن يكتبها سلوت، وهذا المسلمين من يستعملون كلمة صلى الله عليه وسلم هذا كفر. صلى كلمة آرامية يعني سجد أو ركع أو نزل. صليلي صالي صلوثة، صلوثة يعني صلاة، صليلي يعني. ويأكد على هالشي هذا الأستاذ الدكتور جواد علي بكتابه تاريخ الصلاة. اثنين بالنسبة لماجد، ماجد تقدر تجاوبني على أعطيك 3 أسئلة بس. واحد، أنه بصورة الفيل الله مالتك رمى أبرهب حجارة من سجيل، هذا الله مالتك وين كان من جاء حجاج بن يوسف الثقفي ضرب الكعبة؟ هذا الله مالتك وين كان من جو القرامطة وأرض الحجر الأسود؟ اثنين، أنت تؤمن بأنه محمد أشرف الأنبياء، عيسى عندكم نبي، إذا محمد أشرف من عيسى، بس عندكم عيسى بصورة النساء 171 كلمة الله وروح الله، يعني محمد أشرف من كلمة الله وأشرف من روح الله، يعني الله ماكو قليل شرف. تقدر تجيب لي الشرف مالتو وين؟ 3، صورة الأحزاب 52، محمد كان يطلق زوجات كان يبدل زوجاته، هل تقبل نبي يبدل زوجاته؟ وأكون شاكر جدا أخي. أوكي، أنا أعود الآن للتعليق مع الأخ شانت، تفضل. أو طيب شكرا. إذا ما بدي أعلق كثير على اللي قاله أخي يوسف، طبعا صحيح وأكيد هو سأل أسئلة أنا ما راح أجاوب عليها لأنه هذا المسلم ممكن يجاوب الأخ يوسف عليها. وأعتقد أتفق معاه، ما أعرف إذا الأخ يوسف شاف الحلقة اللي تكلمنا بها عن البسملة، وقلنا البسملة إشراك، تكلمنا عن بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه إشراك يشركون محمد بالله، ومحمد هو الرحمن الرحيم، يقول الرحيم هو نعت محمد، صفة محمد. طيب خلينا نمشي أخت نوال إذا ممكن على مود المادة، هواية بدي أوصلها بالكامل بسرعة الله يخليكي. طيب ممكن أكمل؟ تفضل تفضل أكيد. أوكي، التقويم سلايد رقم 7، عند اليهود والمسلمين تقويم قمري، السنة مكونة من 12 شهر، عند اليهود يضيفون شهر بالسنة الكبيسة، كل 4 سنين يضيفون شهر، لكن هذا الشهر عند الإسلام أو عند العرب قبل الإسلام كان موجود، ومحمد لغى الشهر النسي، لغى الشهر اللي يضاف على التقويم القمري، لذلك الآن التقويم الهجري الإسلامي متخلف عن بقية التقويمات، يعني من ناحية هذه النقطة. اليوم يبدأ عند اليهود من غروب الشمس من العصر،
والإسلام جعل اليوم يبدأ من الفجر. اليوم يبدأ. طيب التقويم اليهودي بدأ بخروج اليهود من أرض مصر، والتقويم الإسلامي بدأ من خروج محمد من مكة إلى المدينة. الاثنين متشابهين. نروح على دورة الحياة في الديانات. طبعا بالنسبة للتقويم المسيحي يستخدمون التقويم الشمسي، والتقويم هذا كان سائد عند الرومان عند اليونانيين. تقويم ما بي أي إشكالية، هو 365 يوم، يضاف يوم كل 4 سنين في التقويم الشمسي. ما عندنا مشكلة مسألة التقويم، احنا كمسيحيين ما بيهمنا الأمور الأرضية هذه وهذه الساعات احنا علاقتنا مع الله مستمرة، الله موجود في كل وقت في كل مكان في كل زمان. دورة الحياة، سلايد رقم 8، دورة الحياة باليهودية تكون المرأة نجسة لأسبوع ونفاسها 33 يوم إذا كان المولود ذكر، هذا مذكور في سفر اللاويين وأيضا في تثنية. المولود إذا ذكر ينطون أسبوع، يكون أسبوع تكون نجسة والنفاسة 33، وإذا المولودة أنثى تكون نجسة أسبوعين والنفاس يكون 66 يوم. بالإسلام النفاس 10 أيام، وبالإثنين تمنع المرأة من الصلاة وقراءة التوراة أو القرآن ومجامعة زوجها. عند الإثنين المرأة تطهر من نفاسها بالغسل بسكب الماء على سائر الجسد بكل الجسد. الإجهاض مسموح عند الإثنين، خصوصا عند المسلمين يعتقدون أنه بعد 4 شهور يلا تجي الروح تركب على الجسد، وهذا اعتقاد خاطئ. عند اليهود يختن الولد باليوم 8، وعند المسلم يختتن في أي عمر. المسيحية ما في عندهم هذا المسألة النجسة ومن نجسة، المرأة الله خلقها هي طاهرة، هذه كانت في نواميس موسى، والناموس بموسى قد أعطي، وأما النعمة والحق فبيسوع المسيح قد صار. ما في بالمسيحية المرأة من تجيب نجسة ولا ما نجسة ولا مش عارف إيش، هذا ما في هذه الأشياء في المسيحية. ما في الإجهاض في المسيحية محرم من أول يوم، لأنه هذا نفس بشرية من أول يوم تلتقي وصارت أمبرز، صارت أجنة، يعني الجنين بدأ تكوينه كخلية منقسمة، ما في إجهاض في المسيحية. الختان بالمسيحية غير محدد، لا باليوم 8 ولا 10 أي يوم. وحتى الختان اللي من ثقافة المجتمع الولد يختتن وما يختتن ما يختتن. الرسول بولس وضح قال الختان علامة في الجسد، علامة العهد الإبراهيمي، أما ختان الروح هو في الخلاص بالمسيح، فما لنا علاقة بالجسد. إذا سواء أنت كمسيحي مختون أو ما مختون ما يأثر شيء، الخلاص الروحي في المسيح، الجسد هذا ما له علاقة ما له علاقة. فالمسيحية حر، يريد يختتن يختتن، ما يريد ما يريد. الموت والدفن، السلايد اللي وراء يا ريت عشان الوقت. اليهود يلقنون المحتضر صلاة التوحيد اللي هي شماع إسرائيل، اسمع يا إسرائيل الرب إلهكم إله واحد، يلقنون، وهذا يفعلوا نفس الشيء المسلمين، يتم المسلمين يلقنون الشخص اللي بينازع بالروح اللي بيموت، وحتى يلقنوه هو ميت ويعطوه كلام. يتم الدفن بلا تابوت، الاثنين اليهود والمسلمين بس بالكفن، ويتم توجيه الميت اتجاه القبلة، عند اليهود على جهة الهيكل وعند المسلمين على الكعبة علشان يشوف الأخماج. المبدأ مسروق لكن الاتجاه مختلف. يفضل الدفن عند الاثنين اليهود والمسلمين بأسرع وقت ممكن. العزاء عند اليهود 7 أيام، والعزاء عند المسلمين 3 أيام. يؤمنون بالعذاب والحساب والجنة والنار الاثنين، لكن اليهود سخروا من محمد وأقنعوه بأن هناك عذاب في القبر، وهو صدق هذا الكلام وأصبحت عقيدة عند المسلمين. اليهود لا يؤمنون بعذاب القبر ولا المسيحيين. عذاب القبر هذه أسطورة أو خرافة سمعها اليهود، سمعها محمد
وعلى من وعائشة كانت في إحدى يهودية بثت هذا الكلام والمسلمين محمد صدق هذا الكلام. حتى في أحاديث إحنا استعرضناها أعتقد في واحدة من الحلقات أنه تقول عائشة ما سمعت بعد هذا اليوم إلا وتعوذ محمد من عذاب القبر. فعذاب القبر فقط في الإسلام وناكر وإنكير والحية هاي اللي القرعة اللي من غير شعر والثعبان الأقرع هذا موجود في الإسلام. في المسيحية الدفن حسب ثقافتك، أنت تدفن بالتابوت بلا تابوت، تدفن جوا الأرض. عندنا بالعراق بالموصل وبعض المناطق يحطون سراديب بالسرداب، ما يدفنون جوا السرداب، يكون موجود جاهز ويحطوه في رفوف. هذا مسموح عادي جدا، يعني ما في مشكلة. المسيحية لا تركز على الجثة لأنه الله قادر أن يقيمنا، لأن أكو ناس أكلهم حوت، أكو ناس غرقوا بالبحر ما لقوا جثتهم، أكو ناس انحرقوا وراحوا فحموا. يعني أنا أعزي كل الناس اللي فقدوا أهاليهم بانفجار الكرادة، تذكرين أختنا والعة من حلقة عن تفجيرات الكرادة، في ناس احترقوا بالمكان يعني تفحموا ما لقوا جثة، في انفجارات ناس لحمهم يتطاير ما يبقى له جثة. فالمسيحية ما بهمها الجثة والتركيز على الجثة، لأن الله قادر على الإقامة، مثل ما خلقنا من لا شيء يقدر يطلعنا من لا شيء. يعني هذه مو إلا لازم طب يعني لازم شلون نضم شوية شعر وظافير على مود الله يستخدمها ويقيمنا، لا، هذا الأمر عند البشر غير معقول. عند الله يقول للشخص يقيم الأموات، بس يجي المسيح كل اللي ماتوا لهم 2000 سنة على رجاء المسيح، وحتى اللي قبل المسيح اللي كان عندهم رجاء يقومون باليوم القيامة، يقومون بأجساد مختلفة، أجساد ممجدة. هذا ما علمناه الإنجيل. وبالتالي الجسد مش هذا المهم. نعم نكرم الميت وندفنه، والمدافن المسيحية مشهود إلها بالتنظيم وجمالها وكأنما بستان، لكن هل الجسد نتعلق به؟ لا، مكتوب على شواهد القبور المسيحية هنا يرقد على رجاء القيامة، هو مش ميت هو نايم. عندنا احنا بعقيدتنا المسيحية انه هذا الشخص اللي مات هو انتقل من حالة الى حالة، هو غادر الجسد لكن الروح موجود، الروح ما تنفني. فبالتالي ما نركز على مسألة هذه، مع انه نكرم الميت وعندنا مقابر بس انت كمسيحي ثقافتك شو بتسوي بالميت ما عندنا مشكلة، لكن انا حبيت اوضح التشابه ما بين الإسلام واليهودية في كل شيء، في الميت وفي الأكل وفي الشرب وفي الدفن. المهم نروح على السلايد اللي وراء اللي هو رقم 10 اللي هو عن الطعام. يا ريت إذا المخرج يقدر يخلينا، يطلق على الطعام اليهودي اسم كوشر، أي الطعام المسموح بأكله باليهودية، وبالإسلام يسموه حلال. يتم الذبح من الرقبة ويجب إسالة دم الحيوان، يتم التسمية أي البسملة على الذبيحة قبل الذبح، يعني يسمي ويذبح. طبعا المسلمين يسمي ويذبح الذبيحة إذا كان خروف أو بقرة، وحتى من يقتلون الكافر إذا كان بوذي أو هندوسي أو يزيدي، أو يقتلون المسيحي واليهودي هم يسمي ويذبح، يعني الله أكبر ويذبح، معروفة هذه شفناها ما يحتاج لها شرح. المهم لما يذبحون يوجهون الذبيحة إلى القبلة، اليهود يوجهوها للهيكل، المسلمين يوجهوها للكعبة. عند اليهود لا يخلط، عند اليهود بالنسبة للأكل لا يخلطون لحم البقر مع الألبان، لأنه في وصية هم تشددوا بها اللي يقول لا تأكل جديا بلبن أمه، وهذه لها تفاسير مو موضوعي اليوم، لكن عند اليهود يحرمون أكل اللحم البقر مع منتجات الألبان البقرية. يعني الخنزير والأرنب والحصان ممنوع، يعني محرم عند اليهود وكثير من الحيوانات. اللي يريد يروح للتوراة ويلاحظ الفاتورة، يعني قائمة طويلة، كل ما هو له مخلب، كل ما شق له ظلف، ويعني الحصان لأن ما مشقوق ظلف وما مشقوق عنده شفة، فالأرنب ما يأكله
الشيعة ما بيأكلون الأرنب بحجة أنه يحيض. المسلمين طبعا عند اليهود أي سمك بدون قشر ما بيأكلوا يعتبروا نجس. كل حيوان بحري ما عنده قشور ما بيأكل. عند الإسلام القرآن الله حرم الخنزير فقط، لكن المسلمين أخذوا بقية المحرمات وألفوا أحاديث إلها، هذا موجود في الأحاديث الإسلامية، الكلب والأسد وغيره هذه كلها ما بيأكلوها. لكن طبعا حكينا بحلقة سابقة أخت نوال أنه السعوديين يأكلون الذيب، يأكلون الضب اللي هو هذا الحيوان اللي شو اسمه، ويأكلون الجمل. نروح على سلايد رقم 11، معتقدات أخرى اليهودية. توجد عدة فرق وكذلك في الإسلام. اليهودية عندهم فرق كثيرة متعددة من اليهود، وكذلك في الإسلام سنة شيعة أباضية وكثير. طيب قبل ما اسمح لي أتوقف، اسمح لي أتوقف أخي شانت بعد إذنك. نعم. أسف للمقاطعة. ومعنا أخونا علي من إيران الآن، نسمع مداخلته. أهلا بك أخ علي من إيران، من فترة ما سمعناش صوتك، بنرحب بك، تفضل. تحياتي لك الأخت نوال والأخ شانت. أهلا بك حبيبي علي. أهلا بك أخ شانت. أنا أريد الليلة أشكر الأخ شانت على الموضوع اللي اختاره. الحقيقة الموضوع وايد شيء ومهم، تشابه الأديان في الشرق الأوسط، يعني تشابه اليهودية والمسيحية والإسلام. هو الإله الأخ شانت، الإله إله واحد عند المسيحيين وعند المسلمين وعند اليهود وعند قبل هذول كلهم، هو الإله واحد. يعني الإله تكلم مع الناس من خلال إبراهيم، من خلال نوح، من خلال موسى، من خلال عيسى، من خلال محمد صلى الله عليه وسلم عليهم كلهم. لكن اللي أريد أنبه الأخ شانت على الموضوع هذا، لأن هو الموضوع بحد ذاته دليل على تحرف الأديان ما قبل الإسلام وعبورهم مسير خاطئ. الإسلام يوضح عن الصيام، يعني يحط له شروط وقواعد للصيام، الشهر واحد والشهر كامل من الفجر حتى المساء. لكن باليهودية حرفت هذا الموضوع، حرف، وباليهودية بالمسيحية حرف هذا الموضوع. أخشانت أريد أضرب لك مثل واحد، مثل حالة السياقة بالسيارة. يعني حضرتك تقول بالمسيحية الإنسان أنت ما يحب يصوم، ينت ما يحب يصلي، ينت ما يحب. نعم. هو القرآن، القرآن كتالوج للحياة. أكيد. هذا ما يعني الإنسان يعيش السعادة بالدنيا ويحصل النتيجة بالآخرة. وحضرتك إذا تشوف لك سائق وأنت تقول له إذا تحب تتعدى الإشارة، وإذا تحب توقف هنا، إذا تحب تطفي السيارة هنا. والإسلام لا، الإسلام غرر لك كيف تتعدى بالإشارة وكيف تسوق السيارة، وهذه قوانين يعني واضحة وعلنية، وهذا الدليل عن أوكي. كمال الإسلام. أوكي خلصت أخ علي؟ أيوة أنا بخدمتك، تفضل. أوكي أشكرك، أنا أشكرك حبيبي، أشكر اتصالك، بركة أن سمعنا صوتك بخير، زمان ما سمعنا صوتك، نرحب بيك. خليني أجاوب عليك. أولا الإله واحد، لا، إله المسيحية يهوه، مو مثل، مو هو إله الإسلام. إله الإسلام مو يهوه، إله الإسلام ضار مكار، إله المسيحية محب حنان طويل الأنات رحيم شفيع، يعني يشفق على الناس، يحب الناس، لذتي مع بني البشر. فبالتالي الإله مو واحد، سامحني، هذه النقطة الثانية. الصيام حرف، لم يحرف الصيام. اليهود يسمون الصيام قبل الإسلام حوالي أكثر من 2000 ويا 2000 أكثر من 3600 وكسر سنة. اليهود يصومون قبل الإسلام، يعني حسبها 1500 موسى للمسيح، وبين المسيح ومحمد 625، 2000 وكسر سنة، 2000 وكسر سنة اليهود يصومون قبل الإسلام. من وين هاي؟ يوم من الأيام أكو حديث مر محمد يم يهود كان صايمين صوم الكافوريم اللي هو يوم الكفارة، اللي ما يأكلون به يوم كامل أو تقريبا 25 ساعة ما يأكلون به. فقال لهم ليش صايمين؟ قالوا له هذا يوم عاشوراء، هيك يسموه.
هي لأنه أيام عشر والعاشر، المهم مو هذا موضوعي. فقال لهم إحنا حق بي، ولذلك المسلمين يصومون عاشوراء همين. المهم هذا من جهة الصيام، الصيام لم يحرف، الصيام في المسيحية مشروح عليه آيات هواية، المسيح حكى عنه، الرسول بولس حكى عنه. التشبيه مال السيارة هذا تشبيه ما ينفع، لأنه يعني تطفي السيارة، تشغل السيارة، تمشي الإشارة، هذا إحنا دا نتكلم على 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 إله، ما دا نتكلم على سيارة. يعني وين أقرأ كلمة سيارة بالقرآن حتى تجيب لي مثال عن السيارة؟ لا، القرآن مو واضح. دليل كلامي أخ علي، ليش القرآن مو واضح؟ إذا تفتح أي قناة في رمضان، أي قناة، تلاقي شيخ قاعد بغترة وده يبتسم يضحك، لأنه ده يضحك على أسئلة الناس. شيخنا أنا ده قح وطلع بلغم من، سامحوني الناس اللي بيشاهدوني وبياكلوا، يعني بجيب مثال، أنا بقح طلع بلغم من فمي، هل أنا أفطرت ولا ما أفطرت؟ شيخنا أنا نسيت أنا صايم وشربت مي، بعدين اتذكرت ذبيته من حلقي، هل أنا أفطرت ولا ما أفطرت؟ المرأة تقول أنا عندي آلام، فكرت إنه الدورة جتيني، طلعت الدورة ما جاية، أفطرت، يعني شو أسوي؟ أنت شوف الأسئلة اللي برمضان يعني تموت من الضحك. واحد يقول له أنا طلع من خشمي دم، بس يمكن نزل بحلقي، شلون؟ يعني هذه تفاصيل تافهة سقيمة ما لها علاقة. يعني واش أنا ما أقدر أقيم نفسي صومي خرب لو ما خرب؟ وبعدين شنو هذا الإله اللي يريد يعني الشغلة يعني أكله هي أكله راح تنحرق؟ يعني سوي هالشكل، ولا لازم هذا ولازم منها، ولازم تحط الصلصة، ولازم تملح قبل، وعلى درجة كذا. يا أخي يعني الله انطانا حرية في كل شيء. يجي واحد يحط لنا الصيام ب6000 قانون وقالب. على العموم أخت نوال، يا ريت نكمل لأنه موضوعنا طويل اليوم، معلش. خلينا ننتقل علشان الوقت، تفضل. ماشي أوكي. باليهودية في مدرستين، هليل وشمعي. في الإسلام البخاري ومسلم، هذه يقابلها بالإسلام. اليهود يعادون كل الشعوب بنظرهم هم كفار، اليهود كل الناس غير اليهودي هو كافر. نفس الشيء المسيحي يعتقد أن المسلم فقط هو، بل المسلم حتى الشيعي كفره، وحتى الحنفي كفره، والأباضي كفره. اليهود عندهم كتب تشرح العقيدة مثل المشنة والجمارة، الكتب مثل المسلمين عندهم كتب الفقه تشرح هذا الأمر. زين، عند اليهود كتاب التلمود والتلمود البابلي، السلايد اللي ورا سلايد 12، عند اليهود كتاب التلمود والتلمود البابلي يدون تاريخ الأنبياء وما حدث للأمة اليهودية، وكذلك الأمر عند المسلمين في كتب السير وكتب التراث الإسلامي. عند اليهود كل الأمم نجسة ولا يجب مخالطتها، نفس الأمر عند الإسلام. عند اليهودي يعامل معاملة خاصة عن الأممي، وكذلك عند المسلمين المسلم يعامل معاملة خاصة عن البقية، ويقول القرآن لا يأخذ مسلم، يقول الإسلام سوري لا يأخذ دم كافر بدم مسلم. وأنتم الأعلون، القرآن يقول لا تهنوا، وأنتوا خير أمة أخرجت للناس والباقي كخ. هذه هي تعاليم الإسلام واليهودية. بينما في المسيحية شو يقول؟ خلينا نشوف المسيحية شو تقول عن هذه الأشياء. المسيحية تؤمن بالإنجيل كسلطة تحكم المسيحي، الإنجيل فقط، ولا بدنا هليل ولا بدنا شمعي ولا بخاري ولا مسلم، ولا بدنا اجتهادات من أي إنسان، الإنجيل يكفي وحسبنا الإنجيل وكفانا. ليش؟ لأنه الإنجيل ما بي شريعة وطقوس ولا تسوي هيك سوي هيك، لأنه إحنا تحررنا من الشريعة. أخي المسلم وأخي المسيحي أيضا بنفس الوقت، بالدقائق الستة اللي باقية أنا أوجه لك رسالة، أنه الله حررنا. يقول المسيح تعرفون الحق اللي هو الكتاب، والحق يحرركم، فبالحقيقة تكونون أحرار. مشتاق تجي للحرية تخلص من العبودية، مشتاق تجي
وتخلص من هذا الأمور الطقسية الثقيلة. إذا تصوم لازم تسوي كذا، وإذا تصلي لازم تركع كذا، ولازم تتوضأ، ولازم ومن تتوضأ خلي بالك مو منا لهنا، لا لازم منا لهنا. واختلفوا الشيعة مع السنة، الوضوء تمسح من الإيد للمرفق لو من المرفق للإيد. يعني أخي المسلم، ألا يعني ما مليت من هذا الدين اللي كله فوضى وكله سويها؟ يعني ما تحس وكأنما أنت في لعبة خطر؟ يعني دير بالك من الليزر، دير بالك من الناس لا يقتلك، دير بالك. يعني هذول اللي يلعبون ألعاب الإلكترونية أنا أحسها مستوحات من الإسلام، لأنه كل شيء دير بالك، كل شيء تسويه غلط تموت. وكأنما أخت أم بيتر قالت تعبير عجبني، قالت وكأنما الله يعني ماكو لازم سيف على المسلم. أها دير بالك. يعني يا أخوي المسلم، يا أختي المسلمة، المسيح حررنا من الناموس، أي من الشريعة الموسوية، لأنه هذه الرسول بولس يوضح يقول هذه كانت مؤدبتنا حتى نمينا. لما الواحد إذا أقل من 18 سنة يحطون عليه وصي، الوصي هذا يدير أموره، يدير ثورته. لكن يوم ما هذا الولد يكبر يصير 18 سنة، الوصي بعد ما له احتياج. الرسول بولس يشبه هذا الأمر بينا إحنا كمسيحيين، بلغنا نضجنا، الشريعة كانت مؤدبة إن لما كنا قبل المسيح، لكن بعد المسيح إحنا بلغنا، عرفنا الحق والحق حررنا. اللي هو الإنجيل. فبالتالي إحنا أحرار، أدعوكم للحرية. أنا أدعو حتى أحبتنا المسيحيين اللي قبل ما كان فاهم الصوم أو الصلاة أو المسيح وخلاص المسيح، هذا الوقت هو أفضل وقت أنه تسلم حياتك للرب وتقبل عمل الكفاري على الصليب حتى ما تنال حياة أبدية. المسيح ما أجى حتى يسوي ديانة. الأخت نوال بداية الحلقة قالت إحنا ما نتفق في بتسمية كلمة ديانات. حقيقة صحيح، لا يوجد في المسيحية شيء اسمه ديانة. الديانة من اختراع الشيطان والبشر. الله يحب الكل، والله أرسل المسيح إلى الكل. في يوحنا 3:16 يقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. ليش؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. هل أنت مستعد أخي المسلم، أختي المسلمة، أخوي المسيحي، أنه تقبل المسيح في حياتك رب وملك ومخلص؟ الإنجيل في يوحنا 1 الآية الإصحاح 1 والآية 12 يقول وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنين باسمه. أنت تريد أن باسمه. أشكرك أخي شانتو، سامحني للمقاطعة، وأنا ربي باركك لأجل هذه الرسالة. هنعود معك، اسمح لي أخذ أخونا كريم الإيراني الآن. أهلا بك أخي كريم، بنرحب بك في الحلقة. أهلا أخت نوال، الرب يبارككم أنت وأخت أخت شانت، الرب يبارككم ويعطيكم نعمة ونعيش ونتعلم منكم، برنامج رائع جدا. وأنا بشاهد البرنامج شجعني أتصل أخونا علي، أنا بصفتي كمسلم سابق وأيضا إيراني. يعني فأخ علي أثار نقطة يعني جميلة جدا، يقول الصوم والصلاة الله يعني بالقرآن أعطانا لها قوانين. لا يوجد صوم وصلاة بالقرآن يا أخ علي. كيف تصلي الصبح ركعتين؟ غير موجودة بالقرآن. ولا 4 ركعات الظهر، ولا 4 ركعات العصر، ولا 3 ركعات المغرب، ولا 4 ركعات العشاء. هاي أحاديث جت بعد 160 سنة بعد كتابة القرآن، وانت عارف أحسن مني. عندك الصيام، صوموا كما صاموا الذين من قبلكم. مين هم اللي قبلكم صاموا؟ انت ما تعرف كيف تصوم، على أي أساس تصوم مثلا؟ صوموا كما صاموا الذين من قبلكم. مين هم اللي قبلكم؟ إذا هو أنت تقول دينهم محرف، كيف تصوم مثلهم إذا دينهم محرف؟ وصيام المسلم الآن لا يعني الإسلام أخونا علي جاء للجزيرة العربية فقط، جاء للجزيرة العربية. عندك آية ثانية تقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود. طيب في المناطق الاسكندناوية اللي 6 أشهر ليل، كيف إحنا نشوف الخيط الأسود من الأبيض؟ 6 أشهر ليل، يعني 6 أشهر كلوا واشرب وبعدين صوم، ما بعرف يعني كيف. فالقرآن يعني كلام بشري، محمد يتكلم على الجزيرة العربية اللي حواليه، ومش موجودة الشرائع الآن. هي الشرائع فيما بعد اضافت، ما أنا كنت مسلم وعارفها وعلي عارفها كمان. يعني الصبح على أي أساس تصلي ركعتين؟ تخيل 12,000 صحابي صلى وراء محمد طوال 23 سنة بالتدغير، 12,000 صحابي
ولكن مش عارفين كيف كان محمد يصلي، لان عندك 800 مليون سني مع الشيعي مختلفين على الصلاه، هذا يصلي خمس مرات وهذا يصلي ثلاث مرات وهذا يصلي تراويح وهذه التراويح حرام وصلاه الليل 12 ونص وهي عندك صلاه الليل تختلف امورها وانا كنت شيعي وبعدين انتقلت السني ودارس الاثنين يعني. فاخونا علي يعني هو اثار نقطه بس للاسف الشديد هو مش مذاكر يعني. الرب يباركك اخونا شانت واخت نوال، وانا الرب يباركك حبيبي الكريم، انا سعيد اسمع صوتك، يا ريت تتصل بينا كل وقت ونتعزى ونتشجع بيكم انتم العابرين، الرب يبارككم. بالمناسبه الصحابه ما صلوا 23 سنه كريم، لانه محمد اول 13 سنه ما كان يصلي، بالاسراء والمعراج يلا بدا يصلي، فما حد ما صلى قبل الاسراء والمعراج، هذه على ذمه القران والمسلمين طبعا انا اتكلم، لانه هو بالاسراء والمعراج طلع اخذ اوقات الصلاه وكيفيه الصلاه، حتى بالاحاديث اذا انت حضرتك كنت شيعي وصرت سني يعني تعرف هذا الامر، انه جبريل في يوم في ليله الاسراء والمعراج يقول حفر بالقاع وطلع ماي وتوضا، ومحمد شاف اول مره شلون يتوضا وعلى هالاساس تعلم الوضوء، يعني جبريل علم محمد الوضوء بالاسراء والمعراج. والملفت للنظر حضرتك اللي قلته، لا الاوقات موجوده ولا الركعات ولا الحج مراسيمه موجوده بالقران ابدا، ولا حتى اوقات الصلاه، مع انه محمد اتعنى وطلع من مكة. طبعا هذا الإسراء والمعراج أنا عملت عليه كتاب، هو خرافة يعني أسطورة، هذا ما موجود هذا شيء اسمه إسراء ومعراج، هذه قصة ألفها المسلمين. محمد طلع من مكة إلى القدس إلى أورشليم، وبعدين أخذ المصعد العامودي طلع للسماء ويا جبريل وسبع سماوات والتقى بالأنبياء وسلم عليهم، هالقصص الطويلة. بعدين أخذ من الله أوقات الصلاة كان 50، وسوى مفاوضات بوجود بمشورة موسى علم محمد وعلم الله شلون يسوون مفاوضات، وصارت خمس صلوات، ومع ذلك محمد لم يكتب الخمس صلوات في القرآن، يعني من فم الله مباشرة الله قال له صلي، قال له أنت وأمتك صلوا خمس مرات، ومع ذلك محمد ما كتبها بالقرآن. أريد المسلم يجاوب نفسه ليش، وأشكرك على اتصالك حبيبي كريم. أنا ما عندي شيء بعد أخت نوال، إذا حابة نختم خلينا ناخذ الاتصال الاخير ونسمع مداخله اخونا محمود من العراق. اخ محمود، السلام عليكم. اهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا بحضرتك، السلام ليك، اهلا وسهلا. اخشنت وياي اخشنت. سلام لك حبيبي، هلا محمود. لا مقل، هل هناك ديانات متشابهه مع طفي شوي طفي تفضل حبيبي. هل هناك ديانات متشابهه؟ لا، هل هناك ديانات متشابهه؟ زين انا اريد اسالك نفس السؤال. نعم. هل هناك ديانات متشابهه مع المسيح، طقوس المسيح؟ يعني انا اذا اشوف مثلا الهندوسيه شوي متقاربه للمسيح، مثلا عندك حرق البخور، الخبز المقدس، الكاهن يوزع حلوى، التعميد، المذبح، التفليس، هذول موجوده بالهندوسيه وقبل المسيحيه. بالهندوسيه موجوده يعني، اكو غير هماتين بس ممكن تنطيني موجوده. اي نعم. الهندوسيه وين موجوده؟ هسه اقول لك انا كمبيوتر يعني قريها من زمان، انت تريد تاكد؟ تريد تاكد يعني على المدعي البينه اخ محمود، مو مشكله وراح اجاوبك، مو مشكله وراح اجاوبك. انا شفتك استفجأ، ثاني فجأة ما حاف يعني ما اقدر اجيب المصادر والكتب، فذني موجودة بالهندوسية تأكد. مو مشكلة ولا يهمك، اهلا وسهلا بيك. عندك بعد شيء ثاني؟ هاي في مال. لا شكرا. اوكي بس خليك وياي حتى اجاوبك. اولا اخ محمود حبيبي، مسألة البخور سفر الرؤيا يوضحها، يقول البخور هذه صلوات القديسين. المسيحية هذا الكتاب المقدس، الانجيل هذا الشق، شوف احنا مو مثل المسلمين ننكر الديانات ويعني ننكر الانبياء اللي قبلنا. هذا التوراه، كل انبياء من موسى الى اخرهم، واخر الانبياء مال العهد القديم تلقيه هنا بالانجيل اللي هو يوحنا المعمدان، المسيح قال عنه واخر انبياء العهد القديم. هذا الكتاب المقدس، احنا جيب لي بالانجيل واحد شعل شمعة أو سوى بخور
أو سوى أي شيء، جيب لي من الإنجيل واحد من الصحابة، من الصحابة، من تلاميذ المسيح، من الحواريين، دا أقول قلت الصحابة، واحد من الحواريين شعل شمعة لو بخور لو شغلة لو شيء. الخبز المقدس وخبز التقدمة إذا ما تعرف هذا باليهودية موجود، مو بالمسيحية. المائدة اللي يأكلوها المسيحيين اللي هي الخبز ونتاج الكرمة مو الخمر، اللي هو عصير العنب الغير مختمر، هذا هذه الفريضة الوحيدة اللي فرضتها المسيحية على المسيحي. شركة المؤمنين في كسر الخبز، والفريضة الثانية المعمودية. المعمودية الماء هي إعلان إيمان المؤمن باتباعه للمسيح. بقى أي شيء تقوله بالهندوسية ما موجود بالمسيحية. إحنا لا عندنا بخور ولا عندنا شموع ولا عندنا هم يحزنون. في ناس يعملون بخور يعملون شموع، هذه حسب ثقافتهم. بس إحنا قلنا العبادة بالمسيحية فيها حرية. واحد حط بخور لأنه بالعهد القديم كانوا يبخرون، ما في مشكلة. واحد يشعل شمعة لأنه بالعهد القديم كان أكو شمعدان، ما في مشكلة. طب ما كان في العهد القديم تابوت العهد، وهذا كان به وصايا العشر، وصايا العشرة الموسى، الآن ما موجود بالكنائس، هذا ما يحطون الوصايا العشرة بالتابوت، والتابوت نفسه ما موجود حتى عند اليهود، ما موجود، فقد. فبالتالي احنا ما نقلد أحد، لا تفهمني ولا لا. احنا كمسيحيين ما عندنا طقوس، ما عندنا طقوس. تحب تخلي جرس، دقيت جرس قبل بداية الاجتماع، ما في مشكلة. ما في جرس كمان ما في مشكلة، لأنه الغاية هي شو كانت؟ الجرس قبل الناس تعرف بالقرية، كانت قرى ومدن صغيرة، من الجرس يعرفون العبادة بدأت، وكان المكان قريب يجون يدخلون للكنيسة، أو اللي برا الكنيسة يدخلون للكنيسة. الآن عندنا سيلفونات، عندنا موبايلات، عندنا كل شيء، نقدر نحط التوقيت اللي نريده، نعرف وقت الصلاة، نعرف وين، نعرف المكان، نكون متهيئين. فبالتالي هذه الأمور الطقسية عند المسيحية ما موجودة، ما محتاجين إلها. افتهمت علي يا أخ محمود؟ فبالتالي يا ريت أمنة إذا من يصير عندك أي وقت جيب لي وين أكو بالهندوسية يحرقون بخور لو شيء، واني رح يعني بسبب هذا اللي قلته رح أدور على معبد هندوسي بالبلد الآني بي حتى أشوفه، وهمين أطلع، ما بيها شيء، أنا أحب أتعلم. لكن المسيحية ما بيها طقوس، ما بيها أي شيء يشابه الشيء الثاني. إذا في قصص تشابه المسيحية هذا تراث ما أخذوه من المسيحية، إذا في قصص تشابه العهد القديم هذا تراث أخذته البشرية. ما عندك طوفان نوح 150 حضارة تعترف به، ليش؟ لأن هم أولاد نوح، هم أولاد نوح واتطشروا في كل مكان، فلذلك تلاقي طوفان نوح عند كل الحضارات موجود. في شيء بعد أخت نوال؟ الحقيقة إحنا وقتنا انتهى، بنعتذر لأي شخص بيحاول يتصل بينا، الوقت الحلقة انتهى. بنرحب بكل أحبائنا وبنشكر كل الأحباء اللي اتصلوا، إخواتنا المسلمين، وبس بننبه أنه نعم. معاد بداية البرنامج بيبقى من كل أسبوع كل يوم 3 الساعة 2 بتوقيت شرق أمريكا. ياريت الأحباء اللي بيجوا يتصلوا بالآخر يتصلوا عشان يقدر يتصلوا في وقت المداخلات قبل الوقت بشوية، بدري عن هذا الوقت. أخشانت بس ملاحظة أخيرة من أحبائنا اللي اتصلوا من إخواتنا المسلمين. الحقيقة هم نعم. يعني عنوان الحلقة لقى قبول من عندهم، بينما أنت ليك رسالة تانية خالص تريد توصلها لهم من الموضوع ومن الأدلة والإثباتات. ربما الموضوع وصل بشكل يعني قال لك أوكي مثلا سوات، ما هو الأمور متشابهة وهناك وهذا دليل على أنه هذا كلام الله. يعني اتفق في هذا الأخ علي من إيران والأخ ماجد، لكن الرسالة طبعا مختلفة تماما كما وضحتها حضرتك في رسالتك في نهاية الحلقة. كلمة أخيرة قبل نهاية الحلقة. طيب كلمة أخيرة، أنا أحب بس أقول شيء، المسيح إجا خلصنا من الشريعة من الناموس، أعطانا الخلاص اللي سواه على الصليب،
احنا نقدر ناخذ التبرير لما نؤمن بالمسيح كرب ومخلص على حياتنا، وبالتالي نال الحياة الأبدية للمسلمين يسموها الجنة. فالمسيح خلصنا من الناموس، جاي محمد يرجعنا للناموس ليش؟ هذه النقطة المهمة. كون الإسلام يشابه اليهودية هذا مو نقطة قوة للإسلام، بالعكس نقطة ضعف. ما المسيحية خالفت اليهودية في كل شيء، في كل شيء. المسيح قال لهم بعد ما نحتاج هذه الطقوس، رب السبت إجا، أنتم تشلبين بالسبت، رب السبت إجا. السبت هو للرب مو للسبت. الناس عافوا الرب، اليهود عافوا الرب وبدأوا يقدسون السبت كيوم، والمسيح قال لهم هذه النقطة، قال لهم أنتم تركتوا الرب وقدستوا اليوم، قدستوا السبت بينما المفروض تقدسون الرب. وبالتالي المسيحية غيرت كل شيء. هل المسيحية باطل لأنه غيرت اليهودية أو لغة أو الشريعة؟ بالعكس، شريعة موسى كانت غير واضحة، المسيح انطاها معنى أسمى. سمعتم قد قيل لا تقتل، اليهودي عبالة كان للقتل يعني يقصد أنا جيب سكينة وطعن واحد إلى أن يموت. لا، المسيح قال القتل مو هذا. لما أنا أشتم واحد، أسب واحد، ألعن واحد، أنا أحط من كرامته، أقتل نفسيا، أقتل اجتماعيا. لما أنا أشوه سمعة شخص أنا أقتل اجتماعيا، فبالتالي هذا هو القتل اللي يقول عنه المسيح. قال من يقول لأخيه رقا فإنه مستحق المجمع، ومن قال لأخيه يا أحمق فإنه مستحق نار جهنم، اعتبرها خطية تساوي القتل الحقيقي. فبالتالي المقاييس أسمى وأعظم وأشمل، ولذلك المسيح حررنا من كل هذه الأمور وفهمنا حقيقة ناموس موسى والوصايا العشرة. شكرا جزيلا أخ شاند من أجل هذه الحلقة. أشكر كل المتصلين ونعد أحبائنا إن كان هناك في العمر بقية وأبقانا الرب إلى لقاء في الحلقة القادمة مع حضرتك وبرنامج النور يبدد الظلام. نترككم في ملء البركة.